المجتمع ديالنا عاش واحد التحولات كثيره كثيره في واحد الظرف ديال الزمن قصير بزاف. هذا اللي تيجعل كنعيشوا عدد ديال المفارقات في المجتمع ديالنا. ملي تنتكلموا على المراه في الفضاء العام هذه تقريبا 30 40 سنه كان الوجود ديال المراه في الفضاء العام قليل بزاف، لان الادوار اللي كانت ديال المراه كانت متوجهه اكثر داخل البيت من هي خارج البيت. اما بالنسبه للمراه في الباديه كانت عندها الحقل، يعني حتى ديك البلاصه اللي كان مشدود عليها الفضاء ديالها كان كبر من الفضاء ديال المراه في المدينه. فاليوم تلاحظوا بان النساء راهم عمروا هذا الفضاء العام، لانهم راهم خدامين، لانهم تمشيو للمدرسه، لانهم يعني عندهم ادوار اللي كانت شحال هذه ادوار اللي تيقوموا بها الرجال، اليوم تيقوموا بها النساء. فملي تيكونوا في الشارع او في الزنقه الى اخره او في السواق الى اخره، فتيكونوا ماشي يعني لواحد القص غير باش يتساروا، تيكون عندهم ادوار اللي هما اليوم تيلعبوها. ملي تنشوفوا بعض الاحيان كثير من الاحيان غادي نقول النظره اللي مازال تنظروا لها الرجال، مازال المجتمع تنظر لها النظره اللي كانت مطابقه مع اللي كانت شحال هذه، يعني الوجود ديال المراه في الفضاء العام تيكون ماشي ما تتكونش تتعد دائما كانها مراه محترمه. فاللي تلاحظوا هي مازال الان التصور ديال عدد ديال الرجال بالاخص هو ان المراه في الفضاء العام تتكون يعني بحال شي فارسه، ما هي هنا الا باش تغري الراجل، ما هي هنا الا باش تثير نظر ديال الرجال. اذا تيبان بان حتى هذاك الاحترام اللي تيخص الرجال في الشارع يكونوا يعني بالنسبه للمراه قليل بزاف. اللي تيبان ايضا هي ان كانوا قوانين الى اخره اللي تتحمي المراه في هذا الفضاء، ولكن هذوك القانون الجديد اللي تيحميها في الفضاء العام صعيب باش يتطبق. ملي مثلا بنت تيجي واحد الولد تيبقى تيتسل عليها، تيمكن له يقبضها، تيمكن له يقيسها بذاتها، شنو غادي دير؟ ما يمكنلاش تعيط للامن لان ما عندهاش حتى غتجبد التليفون باش تعيط للشرطه، ما يمكنش غادي تتأنف. فاللي تنلاحظوا مثلا وتنتاسف ليه هي شحال هذه كانوا الناس تيعتبروا بان يعني اي امراه في الزنقه اللي تبسل عليها شي واحد تيمكن له يحامي عليها. انا تنذكر شحال هذه ملي كنت الاب ديالي الله يرحمه كان في الشارع ملي تيبان شي امراه تتعنف من طرف رجال او بعض الاحيان راه غير شباب اللي هما تيمكن لهم يعنفوها كان تيوقف السياره وتيمشي يغوت عليهم الى اخره. اليوم تنلاحظوا بان يعني هذا المواطن المغربي ما بقاش تيحس براسو بان راه عنده واحد لا ريسبونسابيلتي، ما بقاش تيحس براسو بانه راه عنده واحد المسؤوليه ديال بنت في الشارع تتعنف كيف ما يمكن لها تعنف بنته هو او اخته. يعني كاين حتى هذا الطرف اللي هو تنتاسف ليه كثير، المواطن المغربي ما تيحاميش عن المراه في هذا الفضاء العام. ثم كاين فضاءات، حنا تنقولوا فضاء، هما كاين فضاءات. واش اليوم يمكننا نتكلموا على انترنت كانه فضاء عام اللي هو المراه فيه المراه؟ واش يمكننا نقولوا بان شنو هو الدور ديال مثلا المراه في الفضاء العمومي اذا ما كانتش في الشارع ولكن كاينه هي في وسط من الفضاء ديال الانترنت؟ وهذا الموضوع مازال ما تخدمش عليه بزاف، تيخصنا نخدموا عليه. وتنظن بان اليوم حنا في منصات اللي هو مطلوب باش هاد التصور ديال المراه يتغير يولي ايجابي ما يبقاش سلبي، هو اولا الامهات عندهم دور كبير لان ما تيساعدوش ولادهم، ما تيربيوش ولادهم على الاحترام ديال المراه في الشارع. كاين التربيه للامهات وللاباء، كاين التربيه في المدارس. هذه سنين، نعطيك مثال، سنين هذه وانا عندي ثانويات اللي ماشي ديال لا مغربيات عموميه ولا حتى القطاع الخاص اللي تيعيطوا عليه في الشهر ديال نوفمبر باش تنتكلموا على هذا الجانب، على الدور، على هذوك الشباب اللي هما في هذوك الثانويات باش يحترموا الفتاه في وسط الفضاء العام. فالحد تنمشي مجانا تنتكلم مع الشباب، تنفسر لهم اشنو هما هذا يعني كيفاش يمكن شنو هو لا دغاك لو هارسيلمون الى اخره. يعني عمر شي ثانويه مغربيه او مؤسسه مغربيه لا في القطاع العام او عمومي ما اتصلت بيا باش تطلب لي نجي نتكلم مع هادو، ما كايناش غير انا، كاين عدد ديال النساء ورجال اللي نسلهم يمشيو باش يساعدوا في التربيه، يعلموا لهذاك الشباب بان مراه او بنت في الشارع راه هي ماشي الفارسه ديالهم، راه كاين احترام، كاين قيام الى اخره خصها تحترم. اذا كاين هنا الوالدين تيخصهم يربيو على الاحترام ديال المراه، المدرسه تيخصها تربي، يعني لي ميديا كلهم تيخصهم يربيو،
فملي تجي تشوف مثلا انترنت وهاد لي ريزو سوسيو هادشي تتلقى ولو كاين نضال باش المرأة تتحترم تتلقى بعض لي فيديو في لي ريزو سوسيو يعني تيشجعوا ان هادوك الشباب يعنفوا النساء ويعنفوا الفتيات خص من الشارع. فاللي هو تنتمناه هو حتى هذوك لي ريزو سوسيو تيخص النضال في وسط لي ريزو سوسيو اللي هو اليوم ما كاينش. هذوك النضال ما كاينش اليوم، علاش؟ لان ما كاينش امكانيات، الجمعيات ما عندهاش امكانيات، يعني تيخص واحد لا لوجيستيك خاصه.